اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد. إذن نتابع مراسم تشييع الشهيد المصور محمد منتش الذي يوارى في الثرى، يشيع ويصلى على جثمانه في هذه الأثناء في بلدته في كفر صير في النبطي. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين وأهل طاعتك أجمعين وحسن أولئك رب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، دافع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك رافع الدرجات، إنك تبدل السيئات بأضعافهن من الحسنات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، ذكرنا وأنثانا، كبيرنا وصغيرنا، شاهدنا وغائبنا، كذب العادلون بالله فضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى أمامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ونعلم أنه جاهد في سبيلك حتى فرضت عليه في سبيلك حتى قضى شهيدا مخضبا بدمه. فاحشره مع محمد وآل محمد وألحقه بشهداء كربلاء. اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، واحشرهم مع من كان يتولى من أئمة الطاهرين محمد وآله صلواتك عليه وآله أجمعين، واخلف على عقبه في الغابرين. اللهم اجعله خلفا صالحا لنا، واجعلنا خلفا صالحا لك. اللهم اغفر له ولنا، اللهم ارحمه وإيانا، وارحمنا وإياه، فإنا لا نلبث بعده إلا قليلا. اللهم عفوك، اللهم عفوك، اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك يا كريم. الله أكبر. لنودع شهيدنا ولنرفع أيدينا. إذن انتهت الصلاة على جثمان المصور الشهيد محمد منتش، وفي هذه الأثناء ينقل جثمانه ليوارى في الثرى في جبانة كفر صير النبطي. زميله حمزة الحاج حسن منذ قليل
هذه اللحظات الوداعية الأخيرة لمحمد منتش، لأهل محمد منتش وأقاربه. نذكر مشاهدينا أن المصور الشهيد محمد منتش الذي يوارى في الثرى في هذه الأثناء في كفر صير هو صاحب هذه الصورة الشهيرة التي بدا فيها شخص من الخلف واقف أمام تمثال السيدة العذراء في سوريا وهو يؤدي التحية. استقبليني أنا شاهدك.
نذكر الأخوة والأخوات بين صلاتي المغرب والعشاء صلاة الوحشة نهديها لروح الشهيد أبو جعفر منتج. إذا نذكر الأخوة والأخوات بين صلاتي المغرب والعشاء نهديه ركعتي صلاة الوحشة إلى روح الشهداء وإلى روح أبا جعفر رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة. عبد الرحمن نوال ها نوال انت ماشي معه انا هيا يا حسين هيا